مزيد من التحليل والمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ صلاح مغاوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أستاذ صلاح بعد التحية، يعني في البداية كيف تقرأ تصريحات اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية والرد الفلسطيني من رفضه الخطوات الفعلية لعملية التهجير؟ هناك تخبط واضح وارتباك داخل الحكومة الإسرائيلية وبدء ظواهر انقسام داخل هذه الحكومة نظرا للتباين في المواقف بين الوزراء الإسرائيليين. هناك تصريحات وتصريحات أخرى مضادة طبعا بن غفير، والتصريحات التي تقع ضمن جرائم الحرب وهي عمليات التهجير القسري لسكان قطاع غزة الذي يستهدف من ورائه تصفية القطاع على هذا النحو، والاكتفاء فقط ب 200 ألف يعني من السكان المدنيين وتهجير أكثر من 1,900,000 يعني يتخلصون منهم عبر ما يصفهم بالشركاء أو الدول التي على استعداد لاستقبال هؤلاء. طبعا هذا المخطط الذي يعني عبر عنه عدة مرات العديد من وزراء الحكومة الإسرائيلية اليمينية الحالية طبعا رفضه المجتمع الدولي، والعديد من القوى الدولية رفضت هذا المخطط باعتبار أنه فضلا عن أنه يقع ضمن جرائم الحرب فإنه يصفي القضية الفلسطينية، وهو الهدف من وراء هذه التصريحات والهدف من وراء هذه الحرب العبثية التي تشن ضد قطاع غزة. فطبعا السلطة الفلسطينية عبرت عن رفضها لهذا المخطط، وسبق أن عبرت مصر بشكل صريح وواضح عن رفضها لمخطط تصفية القضية الفلسطينية أو إجبار الفلسطينيين على التهجير القسري وهجرة قطاع غزة إلى خارجه. فأعتقد طيب. أنه ما زالت لا اتفضل اتفضل ما زالت هناك بعض الأصوات الصادرة عن وزراء الحكومة الإسرائيلية بهدف يعني إحياء هذا المخطط الذي يعني يرجع إلى العام 2000، وسبق أن تحدث عنه بعض المسؤولين الإسرائيليين في هذا التوقيت، وأعيد الحديث عنه استغلالا لما يجري داخل قطاع غزة. فأعتقد أنه العالم سيقف أمام هذه المخططات. طب على الرغم هل يعني هل نفي أو رفض الحكومة السلطة الفلسطينية إرسال مندوب من الجانب البريطاني للإشراف على عملية التهجير، هل هذا الأمر دخل مرحلة يعني التفكير في التنفيذ الفعلي من جانب دول مساندة لإسرائيل؟ والسؤال الآخر، هل اليمين المتطرف في الحكومة قادر على التأثير لإنفاذ مخطط التهجير فعليا؟ هو للأسف الشديد ما زلنا نجد أن هناك بعض المساندين للحكومة الإسرائيلية الحالية على الرغم من الورطة التي ورطت العالم فيها باجتياح قطاع غزة على هذا النحو الذي تسبب فيه تدمير بنية تحتية تقترب من 80% من حجم قطاع غزة بالكامل، إلى جانب يعني أكثر من 22,000 شهيد فضلا عن 56,000 مصاب والتدمير شبه الكامل لهذا القطاع. للأسف الشديد ما زلنا نجد أن بعض الدول ما زالت تساند هذه الحكومة، على الرغم من أن هناك أصوات داخل إسرائيل نفسها ومظاهرات نجدها تعبر عن رفضها لهذه الحرب، وهناك قوى خلال الأسبوع الماضي تظاهرت داخل إسرائيل تطالب بالعمل على إحياء مسار السلام مجددا، وهناك دعوة أقيمت من ضحايا عملية 7 أكتوبر تطالب بمحاسبة المسؤولين عما جرى، وأنه يعني كان يجب على الحكومة الإسرائيلية أن توقف الاحتفالات التي أقيمت الليلة التي سبقت عملية 7 أكتوبر، لأنه كانت هناك معلومات وصلت إلى بعض المسؤولين الإسرائيليين لكن لم يتم تفعيلها على أرض الواقع. فهناك انقسام داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه، لكن يعني تشبث الشعب الفلسطيني بأرضه والإصرار على التواجد داخل قطاع غزة وعدم مغادرته، أعتقد أن هذا هو الملاذ والحل الوحيد لعدم تنفيذ هذه المخططات الإجرامية التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وتصفية سكان قطاع غزة والعمل على تهجيرهم عبر دول من الممكن أن تستقبلهم. فأعتقد أن هذه المخططات لن تجدي نفعا، خاصة وأن هناك فشلا ذريعا
داخل هذه العملية تحديدا. وسبق للإدارة العسكرية الإسرائيلية أن سحبت يعني اليوم وأمس وأمس الأول 5 ألوية من الذين كانوا يعملون داخل قطاع غزة، إلى جانب سحب لواء جولان وهو أحد ألوية النخبة الذي كانت تعول عليه قوات الاحتلال الإسرائيلية في تنفيذ عملياتها داخل قطاع غزة. فعدم تحقيق الأهداف من هذه الحرب وعدم الإفراج عن الأسرى لدى الفصائل الفلسطينية، فضلا عن أنه عدم النجاح حتى الآن باستثناء طبعا تدمير البنية التحتية وتدمير الشامل لقطاع غزة، لكن أهداف الحرب الحقيقية لم يتحقق منها حتى الآن ما كانت ترتب له الحكومة الإسرائيلية، وهذا فشل يضاف إلى الفشل الاستخباراتي الذي منيت به الحكومة الإسرائيلية من خلال عملية 7 أكتوبر وما تبعه. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ صلاح مغاوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك.